أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول ماكينة الخراطة ذات التحكم العددي. أهلا بكم في بداية الترم الثاني للصف الثالث الثانوي والصف الخامس بمدارس تعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات قسم تشغيل المعادن. أهلا بأبناء الأعزاء، ونبدأ الترم الثاني في ماكينات التحكم العددي مادة CNC، وحلقتنا النهاردة إن شاء الله هتدور حول إحداثيات الإزاحة في ماكينات الخراطة ذات التحكم العددي. أهلا حبايبي، ونبدأ كده حلقتنا. إحنا النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نقدر نحدد الإحداثيات بتاعة الشغلة بتاعتي اللي أنا عايز أنتجها على ماكينة الخراطة. يبقى أنا حلقتي النهاردة هتدور حول إزاي أقدر أحدد إحداثيات الإزاحة للمنتجات اللي هتتم على ماكينة الخراطة ذات التحكم العدد. أذكركم بأن إحنا الترم الماضي الترم الأول كنا بناخد نفس المادة، بس كانت الشغل بتاعنا حول ماكينة التفريز. فإحنا الترم دوت إن شاء الله شغلنا كله هيدور حول ماكينة الخراطة ذات التحكم العدد. مع بعضينا بقى كده ونعرف في البداية كده يعني إيه إحداثيات إزاحة. إحداثيات إزاحة دي يا أولاد يعني الأبعاد بتاعة المنتج اللي هتدخل للمكنة عشان المكنة تنفذ المنتج بيها. إزاي أقدر أدخل الأبعاد بتاعة المنتج بتاعي لماكينة الخراطة ذات التحكم العددي؟ طيب، هو احنا عندنا كذا نظام ندخل بالإحداثيات ديت؟ احنا عندنا نظامين اللي احنا هنتعلمهم النهاردة، نظام الإحداثيات بالنظام المطلق، دخول الإحداثيات للماكينة بالنظام المطلق، وده بستخدم له كود يسمى G90. طب يعني هو يعني ايه نظام الإحداثيات بالنظام المطلق؟ يعني انا لما هاجي ادخل ابعادي هاخد ابعادي كلها منسوبة لنقطة صفر الشغل. طب في نظام تاني؟ في نظام تاني. ايه هو بقى؟ ان انا ادخل الابعاد بتاعتي بالنظام التراكمي او التزايدي. طب ده برمز له بايه؟ بالG91. يبقى النظام المطلق هرمز له بالG90، بينما النظام التراكمي هرمز له بالG91. النظام المطلق هاخد كل ابعادي منسوبة لنقطة صفر الشغلة، النظام التراكمي هحسب المسافات الفعلية التي تتحركها العدة على سطح المشغولة. تمام يا حبايبي؟ طب الكلام الجميل دوت نقدر ان احنا ننفذه ازاي على الشغلة بتاعتنا؟ نبدأ بقى نبص على السلايد بتاعتنا وهنعرف من خلالها هي ايه المحاور اللي انا هشتغل عليها في المكنة دي، وايه هو النظام المطلق وايه هو النظام التراكمي، وازاي اقدر احسب ابعادي للشغلة بالنظام المطلق، وازاي اقدر احسب ابعادي للمشغولات بالنظام التراكمي. وهنقدم لكم امثلة متعددة على هذا النظام. تمام يا حبايبي، مع بعض بقى كده نبص على السلايد بتاعتنا ونشوف السلايد بتاعتنا بتقول لنا ايه. طريقة او طرق كتابة الابعاد المستخدمة عند البرمجة. قال لي اول حاجة لازم تعرفها هي المحاور اللي انت هتشتغل عليها في المكنة دي. المكنة دي مكنة خراطة، عندك كم محور فيها؟ عندي محورين. طب فين المحورين دول؟ اهو المحور ده، المحور الافقي ده اسمه المحور زد، وده بحسبه بيمثل لي يمثل طول الشغلة. يبقى المحور زد ده بيمثل طول الشغلة. طب وعندي محور تاني يا ولاد هو المحور اكس، وده بيمثل لي قطر الشغلة. يبقى انا عندي كم محور؟ عندي محورين. يبقى ماكينة الخراطة بستخدم فيها تو اكسس. تو اكسس يعني محورين، المحور الاول اللي هو محور زد، والمحور الثاني وهو المحور اكس. المحور زد بيمثل معايا طول الشغلة، والمحور اكس بيمثل معايا قطر الشغلة بتاعي. طب ليه احنا عملنا المحور اكس ليه اتجاهين، وليه عملنا المحور زد ليه اتجاهين؟ لان انا عندي حركتين، انا ممكن اكون داخل على الشغلة بقطع، وممكن اكون خارج من الشغلة خلاص خلصت قطع. طب وانا داخل على الشغلة قال لي طالما هتدخل على الشغلة تقطع يبقى زد بتاعتك لازم تكون سالبة.
اول ما تخلص الشغل بتاعك وتبدأ تخرج لبره كده، يبقى احنا هناخد زد ولكن بإشارة موجبة. طب بالنسبة للإكس، قال لي طالما انت هتقطع من السطح العلوي للشغلة بتاعتك، يبقى طالما انت طالع في السطح العلوي للشغلة بتاعتي هبقى شغال بإكس موجب. طب لو انا شغال اسفل الزيرو، يبقى انا شغال بزد ايه؟ بإكس ايه؟ سالب. يبقى معنى كده انا عندي كام محور؟ اتنين، محور اكس وله اشارتين. الاشارة الاولى موجبة، لو انا طالع من الزيرو لاعلى يبقى هاخد اكس موجبة، لو شغال من الزيرو لاسفل يبقى انا هاخد اكس سالبة، لو شغال من الزيرو لاتجاه اليمين يبقى انا هاخد زد موجب، لو شغال من الزيرو اتجاه اليسار جوه الشغلة يبقى في الحالة دي هحسب زد سالب. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا دلوقتي بالنسبة لماكينة الخراطة عندي تو اكسس اللي هو اكس وزد. اكس بتمثل القطر، زد بتمثل الطول. زد في حالة القطع تؤخذ سالبة، في حالة خروجي من الشغل هتحسب موجبة. اكس في حالة القطع من الزيرو لأعلى بتكون موجبة، في حالة القطع من الزيرو لأسفل بتكون سالبة. ودي كده يا أولاد المحاور الأساسية لماكينة الخراطة، دي كده المحاور الأساسية لماكينة الايه؟ الخراطة. طب هنا بيقول لي احنا عايزين نقول ان المحاور ديت ممكن يكون ليها اكثر من وضع، عايزين نعرف الاشارات بتاعة المحاور ديت في كل وضع من اوضاع العدة. طيب لو العدة بتاعتي هتبقى موجودة في الربع الاولاني ده، الربع ده كده، الربع ده هيمثل فيه الزد موجب والزد والاكس ايه موجب. يبقى انا لو عندي هبدأ احسب ابعادي منسوبة للصفر في الربع ده، يبقى انا ابعادي كلها هتحسب بالقياس المطلق او التزايدي، والاشارات بتاعة الابعاد بتاعتي هتكون كلها ايه؟ موجبة. يبقى لو العدة في الجزء ده كده يبقى اشارة الاكس والزد هتكون ايه؟ موجبة. طب لو العدة اتنقلت عندي في الاتجاه التاني ده في الربع التاني ده، قال لي لو هنا هتبقى هاخد اكس موجب ولكن زد هتبقى ايه؟ سالب. يعني ابعاد الطول، ابعاد القطر بتاعتي هيكون موجبة ولكن ابعاد الطول بتاعت الشغلة هتكون باشارة ايه؟ سالبة. طيب لو العدة كانت موجودة في الربع التالت هنا، يبقى انا في الحالة دي هدخل ابعادي كلها سالبة، سواء كان ابعاد التي تمثل الاقطار والابعاد التي تمثل الاطوال، جميعها هتدخل للبرنامج في بإشارة سالبة، جميعها هتدخل للبرنامج بإشارة ايه شباب؟ سالبة. يبقى انا عندي لو العدة بتاعتي في الربع الاول يبقى جميع ابعادي هتكون موجبة، لو العدة بتاعتي هتكون في الربع التاني يبقى ابعاد الاقطار هتكون موجبة ولكن ابعاد الاطوال هتكون سالبة. طيب لو وضع العدة بتاعي كان في الجزء التالت، يبقى ابعادي كلها هتأخذ الاشارة السالبة، سواء كان ابعاد اقطار او ابعاد اطوال. طب لو العدة بتاعتي جات في الربع الرابع، الربع الرابع اللي هو ده، يبقى انا عندي اكس هتبقى موجب ولكن زد هتبقى موجب ولكن اكس هتبقى سالب. مع بعضينا كده نبص على الرسمة اللي في اسفل الشاشة، ده الوضع الاول للعدة، هنلاقي ان الوضع الاول للعدة الاكس كلها تبقى موجبة والزد كلها تبقى موجبة. طيب الوضع التاني للعدة في الربع الثاني، طيب ده هيمثلها الاكس هتبقى ايه؟ موجب ولكن الزد هتبقى ايه؟ سالب. طيب لو العدة بتاعتي في الوضع التالت دوت، يبقى الاكس هتبقى سالب والزد هتبقى موجب. طب لو العدة بتاعتي موجودة في الوضع الرابع، يبقى انا عندي اكس هتبقى سالبة وزد هتبقى موجبة. طب من هنا يا اولاد لازم نبقى عارفين كويس جدا الجزئية اللي فيها العدة فين عشان اقدر احط الاشارة للبعد بتاعي صح، لان لو انا ما حطيتش اشارات الابعاد بتاعتي صحيحة
في الحالة ديت المنتج بتاعي هيطلع لا شكل ولا أبعاد صحيحة. يبقى أنا علشان أطلع منتج بشكل صحيح وأبعاد صحيحة لازم أدخل أبعادي بالإشارات صحيحة، ولازم أركز كويس جدا العدة بتاعتي فين من سطح الشغلة. هل العدة بتاعتي في الربع اللي أدخله الأبعاد كلها موجبة؟ يبقى لو هي في الربع الأول هدخل أبعاد الإكس موجبة وأبعاد الزد موجبة، لو هي في الربع الثاني يبقى هدخل أبعاد الإكس موجبة ولكن أبعاد الزد هتبقى سالبة، لو العدة بتاعتي في وضع الربع الثالث يبقى هدخل كل الأبعاد بتاعتي سالبة، إكس سالب وزد سالب، لو العدة بتاعتي في الوضع الرابع يبقى أنا هدخل الزد موجب والإكس سالب. وده كان وضع العدة بالنسبة لإحداثيات الشغل، ده كان وضع العدة بالنسبة لإحداثيات الايه الشغل. يبقى أنا دلوقتي أنا أخدت أساس هبدأ أشتغل عليه في التمارين بتاعتي. إيه هو الأساس اللي أنا أخدته دلوقتي حبايبي؟ قلنا إن أنا لو عندي منتج، المنتج ده عايز أدخل أبعاده للماكينة بتاعتي، أعمل إيه؟ أشوف أنا هقطع منين بالظبط. أنا عندي صفر الشغلة، هقطع بالنسبة لصفر الشغلة وضع العدة بتاعي، هل هو لسه يمين صفر الشغلة الأعلى؟ لو وضع العدة يمين صفر الشغلة الأعلى يبقى في الحالة دي هحط كل الأبعاد بتاعتي موجبة، سواء كان أبعاد المحور زد أو أبعاد المحور إكس. طب يا ميس هو المحور إكس بيمثل إيه والمحور زد ده بيمثل إيه؟ المحور إكس يمثل القطر بالنسبة لنا اللي إحنا هنشتغل عليه، ورقم القطر، القطر ده كام؟ والمحور زد هيمثل لي طول الشغلة اللي أنا هشتغل فيه، تمام؟ لو القطر والطول دول بيقعوا في أبعاد موجودة يمين صفر الشغلة الأعلى يبقى أدخل زد وإكس موجبة. طيب لو أنا بدأت إن أنا أخد أبعاد شمال صفر الشغلة، طب شمال صفر الشغلة لأعلى ولا لأسفل؟ لأعلى. طالما شمال صفر الشغلة لأعلى هاخد القطر موجب ولكن الزد سالب، وده دايما اللي احنا بنشتغل بيه. وليه دايما احنا بنشتغل؟ بتبقى العدة بتاعتي علوية وبدخل شمال الايه الزيرو، فدايما انا في شغلي معظم شغلي باخد الاكس موجبة والزد ايه سالب. طب نفترض جاتلي شغلة وحبيت اخلي العدة بتاعتي في الايه في الشمال لصفر الشغلة ولكن لأسفل، الشمال لصفر الشغلة والإيه لأسفل، يعني العدة جاية من تحت من أسفل الشغلة، في الحالة ديت هدخل إكس بالسالب وزد بالسالب، كل الأبعاد هتدخل بالإيه بالسالب. يبقى لو العدة كانت لأعلى يمين الصفر أدخل كل الأبعاد بالموجب، لو العدة كانت شمال الصفر والأعلى أدخل إكس موجب وزد سالب، لو العدة كانت شمال الصفر لأسفل أدخل كل أبعادي سالبة، لو العدة كانت يمين الصفر لأسفل، يمين الصفر لإيه لأسفل، أدخل زد سالبة زد موجبة وإكس سالبة، أدخل زد موجبة وإكس إيه سالب. تعال بقى معايا كده تاني نبص على الرسمة تاني ونقول الكلمتين دولت على الرسمة بتاعتنا، تمام يا حبايبي؟ نبص على السلايد بتاعتنا، السلايد بتاعتنا اللي احنا كنا لسه شغالين عليها. بص يا حبايبي، لو العدة موجودة يمين الزيرو لأعلى يبقى انا هاخد اكس موجب وزد ايه موجب، لو العدة بتاعتي شمال الزيرو لأعلى هاخد اكس موجب وزد ايه سالب، لو العدة بتاعتي شمال الزيرو لأسفل هاخد زد سالب واكس سالب، طب لو العدة بتاعتي يمين الزيرو لأسفل هاخد اكس سالبة وزد موجب. طب الكلام ده بقى يودينا لفين؟ يودينا لان احنا نبدأ نشوف ابعادنا هندخلها بأني انظمة. احنا قلنا ان احنا عندنا نظامين، الابسليوت دايمنشن والانكريمنتال دايمنشن. ايه يعني ايه الابسوليوت دايمنشن والانكريمنتال دايمنشن؟ يعني الابعاد بالنظام المطلق ندخله بالنظام المطلق
والابعاد ندخلها بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ نبص بقى على الشاشه بتاعتنا ونعرف الفرق ما بين الاثنين. الشاشه بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي النظام المطلق اللي هو الابسوليوت دايمنشن. النظام ده بيحسب فيه جميع الابعاد منسوبة لصفر الشغلة، والنظام ده بيكون بكوده بالكود جي 90. طيب انا عايز اعرف يعني ايه بحسب جميع الابعاد منسوبة لنقطة صفر الشغلة؟ يعني جميع الابعاد باخدها بداية من الصفر بتاع الورك بيس 0.0. طيب في الحالة ديت انا لما اجي اعرف المكنة ان انا هشتغل بالنظام المطلق اديها الكود كام؟ اديها الكود جي كام؟ برافو عليكم حبايبي، جي كام؟ جي 90. يبقى اديها الكود كام؟ جي 90. طيب لو انا بقى عايز احسب الابعاد بالنظام التراكمي اديها الكود كام؟ اديها الكود برافو جي 91. طب ليه 91؟ قال لي لان 91 ده بيعرف المكنة ان هي هتاخد مسافة بعد مسافة، وهتحسب نهاية البعد اللي خدته قبل كده صفر جديد لبداية البعد اللي هتبدأ تشتغل بيه. يبقى المكنة لو خدت جي 91 هتبدأ تحسب مسافة بعد مسافة، وهتحسب ان البعد اللي خدته قبل كده زيرو جديد للبعد الايه؟ للبعد التالي. وده سيستم بنقول عليه ايه؟ الانكريمنتال دايمنشن، يعني الابعاد بالنظام التراكمي او التزايدي. تمام يا حبايبي؟ يبقى لازم نركز كويس جدا. احنا عندنا كم نظام للابعاد؟ نظامين، النظام المطلق والنظام التزايدي او التراكمي. النظام المطلق بيحسب فيه جميع الابعاد منسوبه الى نقطه صفر الشغل. النظام التراكمي يحسب فيه مسافه بعد مسافه، ويؤخذ نهايه البعد الاول صفر جديدا للبعد الايه؟ التالي. والنظام المطلق نبدا نرمز له بالجي 90، ولكن النظام التراكمي نرمز له بالجي 91. تمام يا حبايبي؟ نشوف بقى الكلام ده على السلايد بتاعتنا. تمام، السلايد بتاعتنا بتشرح لنا النظام المطلق اللي هو الابسوليوت دايمنشن، اللي هم بيسموه احيانا ابسوليوت بروجرامينج. تحسب فيه جميع الابعاد من صفر الشغله، ويرمز له بالكود جي 90. ده كده النظام الايه؟ المطلق اهو. يبقى انا كل الابعاد بتاعتي بحسبها من الصفر. ازاي يا ميس؟ اهو بص كده يا ولاد، عندي اهو ده الصفر بتاعي، حسبت من هنا لهنا الطول الاول. طب الطول الثاني بص انا جيت خدته منين؟ خدته من عند الصفر بردك، من عند الصفر لحد نهاية الايه؟ لحد نهاية البعد. طب الطول الثالث خدته بردك من الصفر لحد نهاية الايه؟ نهاية البعد. الطول الرابع خدته من الصفر بردك لحد الايه؟ نهاية البعد. لو لاحظنا بنحسب الاطوال كلها منسوبة لمين؟ لصفر الشغلة. وطالما الاطوال كلها منسوبة لنقطة صفر الشغلة، اذا النظام اللي انا بقيس بيه دوت اسمع ولاد اسمه ايه؟ نظام المطلق. اسمه ايه يا ولاد؟ النظام المطلق اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الابسوليوت بروجرامينج، البرمجة المطلقة، او بنقول عليه ايه؟ الابسوليوت دايمنشن، اللي هي الازاحة بالابعاد الايه؟ المطلقة، اللي انا برمز لها بجي كام؟ اللي انا برمز لها بجي 90. اللي انا برمز لها بكام؟ بجي 90. ويحسب فيها جميع الابعاد زي ما قدامنا على السلايد، كل الابعاد بتاعتي منسوبة الى نقطة صفر الشغلة. تمام يا حبايبي؟ طيب نبدأ بقى نشوف ايه هي البرمجة التراكمية او التزايدية او النسبية. دي بنقول عليها الانكريمنتال بروجرامينج، او بنقول عليها الانكريمنتال دايمنشن. يعني انا بدخل ابعادي بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي. طيب النظام ده ممكن تشرحه لنا يا ميس؟ هو هيبقى عبارة عن ايه؟ النظام ده هيختلف عن النظام المطلق في ان احنا هندخل الابعاد بتاعتي مسافة بعد مسافة، ويؤخذ نهاية البعد الأول صفرا جديدا للبرمجة التالية أو البعد التالي. يعني هو البرنامج بياخد لي التنفيذ بتاعي قطعة قطعة في المنتج، وما بيبدأش يحسب في حساباته
الابعاد الايه اللي هو نفذها، لا بياخد الجزء التاني اللي هيبدأ ينفذه، بيحسب نهاية البعد الاول اللي احنا نفذناه ده صفرا جديدا لتنفيذ البعد الايه التالي. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا عندي هنا نظام التزايدي او النسبي او التراكمي، احنا بنرمز له بايه يا ميس؟ احنا بنرمز له بجي 91. طب احنا بنحسبه ازاي يا ميس؟ احنا بنحسبه عن طريق ان انا باخد البعد اللي انتهى صفرا جديدا وابدا احسب عليه البعد الايه التالي. ولو انا ماشي خط عدل باخد محور ببعد والمحور التاني بحطه زيرو، لو انا ماشي خط مائل باخد المسافة الفعلية للقطر والطول. تمام يا اولاد؟ يبقى انا عندي في النظام التزايدي او النسبي او التراكمي انا بحسب المسافات الفعلية اللي انا هنفذها فعلا على الماكينة. بمعنى لو عندي اكتر متدرجة، انا خلصت القطر الاولاني خلاص ببدأ القطر التاني كأني ده لسه اول مرة هعمله، ماليش دعوة بالابعاد بتاعت الايه بتاعت القطر اللي هو التدرج الاولاني، ببدأ في التدرج التاني كأنه ابعاد، كأني لسه ببدأ في اول الشغلة. طب خلصت التدرج التاني هبدأ في التدرج التالت، ماليش دعوة بابعاد التدرج الاولاني ولا التاني، هاخد كل الابعاد ده نهاية البعد ده هيبقى زيرو جديد للبعد الايه التالت، للتدرج الايه التالت. يعني لو انا شغال عايز احسب كل ابعادي من الصفر يبقى انا هشتغل بالنظام المطلق، لو انا اشتغلت بالنظام التراكمي هحسب مسافة بعد مسافة، بمعنى زي الرسم كده ما قدامنا، شايف الجزء ده هيتحسب لوحده والجزء ده هيبدأ يتحسب ايه بعديه. طب نشوف رسمة توضح لنا اكتر. اهو انا هنا خدت التدرج الاولاني، البعد بتاعي هنا اخدته ودخلته للماكينة، لما جيت اخد البعد التاني ما انا سبتش البعد ده للصفر بتاع الشغل، ده انا اخدته على حدة لوحده. يبقى معنى كده طالما باخد الابعاد بتاعتها كل بعد على حدة لوحده يبقى ده انا شغال بالنظام الايه التراكمي. انما لو كنت بنسب جميع الابعاد ديت لنقطة الصفر بتاعت الشغلة في الحالة دي كنت هقول ان انا مش شغال بالتراكمي، انا شغال بالنظام المطلق. تمام يا حبايبي؟ يبقى كده ده النظام المطلق والنظام التراكمي. الجزئيه اللي قدامنا دي يا اولاد هنبدا نطبق دلوقتي النظام المطلق والنظام التراكمي على منتج نقدر ان احنا ندخل له ابعاده للماكينه. احنا عايزين ندخل ابعاد المنتج اللي قدامنا ديت بالنظام المطلق، بالنظام الايه المطلق. النظام المطلق قلنا بنحسب فيه ايه؟ أقطار كاملة وأطوال كاملة وجميعها منسوبة لنقطة صفر مين؟ الشغل. نبدأ بقى نطبق على المثال اللي قدامنا. أنا عندي ده، مش ده قطر كامل؟ القطر ده كام؟ قال لي القطر ده 20، يبقى أنا عندي إكس هتبقى بإيه؟ هتبقى ب20. طب ولو أنا داخل كده زد هتبقى بكام؟ زد من هنا، زد بكام؟ هنقول عليها ب12، يبقى زد عندي بكام؟ ب12. يبقى أنا عندي هنا طالما شغال مطلق هاخد القطر كامل وهاخد الطول كامل، يبقى البوينت الاولانية انا عشان اطلع من الزيرو البي طلعت في اكس بكام؟ اكس 15. طيب اكس 20 سوري، اكس كام؟ اكس 20. طب عشان اتنقل من بي 1 لبي 2 انا همشي في زد، همشي فين؟ في زد. احنا لازم نعرف الاول يا ولاد ان انا عندي محورين قلنا عليهم الاكس يمثل القطر والزد يمثل الطول. يا ميس ورينا على الرسمة فين الزد وفين الاكس، نبص نشوف بقى يا ولاد كده فين الاكس وفين الزد. بص حبايب، القطر ده اكس بالنسبة لي، الطول ده زد، القطر اللي بعده اكس. طب لقيت خط مايل، الخط المايل يمثله اكس وزد مع بعض. طب الجزء ده يا ولاد ده طول، ده كده بالنسبة لي طول شغلة، الطول يمثله ايه؟ زد. يبقى اكس ازاي وزد ازاي؟ اكس رأسي اهو، اكس رأس، طول ما انا طالع كده الاعمدة دي كلها اكس. تمام؟ طول ما انا ماشي يا ولاد كده حبايبي، طول ما انا ماشي افق كده ماشي، يعني الجزء ده زد، الجزء ده زد. طب لقيت خط مايل، الخط المايل انا بطلع وفي نفس الوقت بطلع رأسي وبمشي افقي عشان اجيب الخط المايل ده، خط المايل ده لازم بنطلع رأسي وبنمشي ايه؟ بنمشي افقي عشان نجيب الخط المايل ده. طالما ان انا هطلع رأسي وهمشي افقي يبقى لا خط المايل يمثل بالمحور مين؟ اكس وزد. تعالى بقى
ندخل أبعادنا كده واحدة واحدة في الرسمة ده. أنا عندي النقطة الأولانية دي يا ولاد، دي نقطة إيه؟ دي نقطة الزيرو. نقطة الزيرو دي إكس فيها بكام وزد فيها بكام؟ إكس طالما نقطة زيرو يبقى إكس بزيرو وزد بزيرو. طب النقطة اللي هي بي وان ديت، بي وان، أنا طالع في إكس، طب طلعت إكس قد إيه؟ الطلبة هتقول لي حضرتك طلعت نص القطر، بس إحنا شغالين بالنظام المطلق. طالما شغال بالنظام المطلق يبقى في الحالة دي أنا مش هحسب نص قطر، أنا هاخد القطر إيه؟ القطر كامل. تمام يا حبايبي؟ يبقى النقطة الأولانية إحنا شغالين على نقطة الزيرو، نقطة الزيرو إكس فيها بزيرو وزد فيها بإيه؟ بزيرو. أنا هبدأ أطلع في القطر، هطلع في القطر نص القطر، بس أنا مش هاخد نص القطر، أنا هاخد القطر كامل. ليه هاخد القطر كامل؟ لأن أنا شغال بالنظام المطلق. ليه هاخد القطر كامل؟ لأن أنا شغال بالنظام الإيه؟ المطلق. يبقى في الحالة بتاعت المثال بتاعنا ده هناخد أقطار كاملة وأطوال كاملة وجميعها منسوبة لصفر الشغل. تمام يا حبايبي؟ هناخد القطر كامل والطول كامل وجميع الأبعاد هننسبها لمين؟ لصفر الشغل. تمام يا حبايبي؟ القاعدة دي اتفهمت؟ نطبق القاعدة على المثال، هاخد قطر كامل وطول كامل وهنسب كل الأبعاد لصفر الايه؟ الشغل مع بعضين. يبقى أنا هاخد من هنا يا ولاد، أنا هطلع للنقطة بي واحد، يبقى هاخد القطر كامل، القطر عندي كام؟ 20. طيب أنا همشي من بي واحد لإيه؟ لبي اتنين، يبقى أنا هاخد الطول كامل، الطول عندي كام؟ 12. يبقى أنا عندي هنا إكس هتبقى بعشرين وزد بزيرو هنا بالنسبة للجزئية دي. ليه زد بزيرو؟ لأن أنا ما اتحركتش هنا غير في إكس بس، طالما اتحركت في إكس بس يبقى أخد المحور التاني بزيرو. يبقى أنا طالما اتحركت هنا في إكس بس يبقى أخد إكس وزد بإيه؟ بزيرو. إكس هتبقى 20 وزد زيرو. طب هنا أنا اتحركت في زد يبقى أخد زد بس وإكس زيرو. طب زد كام؟ زد كام؟ 12. زد كام؟ 12. طب والإكس بتاعتي كانت كام؟ كانت بـ20. يبقى النقطة ديت إحداثياتها إكس بكام؟ إكس بـ20 لما زد بسالب كام؟ 12. هطلع لبي 3 تبقى إكس فيها بكام؟ 34. طيب 34 وزد، زد عند عند كام؟ عند سالب 12 ما زلت. الكلام ده يتفهم معايا كويس يا ولاد؟ الحته ديت عشان تعرف تدخل ابعاد المنتج للمكنه. تاني انا هنا هدخل القطر ده للمكنه، القطر ده كام؟ 20. يبقى انا هقول اكس 20. طب هل انا مشيت هنا في زد؟ مشيت افقي ولا مشيت راسي بس؟ انا مشيت راسي بس، يبقى الافقي بتاعي بزيرو، يبقى اكس بـ20 وزد بايه؟ بزيرو. طب انا هنا مشيت افقي، يبقى انا وصلت لحد اكس بـ20 وزد هنا سالب 12. طب انا عايز اطلع فوق، يبقى اكس بـ34 مع زد سالب ايه؟ 12. طب انا خدت خط ايه؟ خط مايل، يبقى انا عندي اكس وزد. اكس هنا القطر بكام؟ بكام القطر بتاعنا؟ بـ50. طب والزد بتاعتي بكام؟ الزد اهي يا ولاد 55. يبقى انا الجزئيه ديت هقول ان اكس بتاعتي بـ50 وزد كام؟ سالب 55. طب لو حبيت اعمل الجزئيه دي معايا هي كمان، قال لي زد هنا هتبقى بكام؟ انا هنا ماشي زد ولا اكس؟ ماشي طول، يبقى ماشي زد، يبقى زد بتاعتي تبقى سالب كام؟ زد بتاعتي تبقى سالب 90. طيب ليه هو عمل لي العلامه دي؟ بيقول لي ان السطح ده انا مش محتاجك تشتغل لي فيه، سيبه خشن زي ما هو، دي علامه تشطيب الايه؟ السطح بتاعنا، مش محتاج ان انت تشتغل فيه. يبقى هو نهايه الشغله بتاعته هنا كده بس. يبقى تاني النقطه دي نقطه الزيرو، اكس فيها بزيرو زد فيها بزيرو، انا طالع اكس يبقى اكس بـ20، انا ماشي زد يبقى زد بكام؟ بسالب 12 مع اكس بكام؟ بـ20. انا طالع هنا كام؟ انا طالع هنا كده اكس، يبقى اكس عندي القطر بكام؟ 34. عندي نفس الزد كام؟ سالب 12. لقيت خط مايل اخد اكس وزد بتوعه، الاكس بكام؟ قال لي الاكس بـ50. طب والزد بتاعته؟ سالب 55. الكلام ده بيتحط في الجدول اللي قدامنا دوت ونبدا نعرضه. البوينت الاولانيه احنا قلنا الاكس بتاعتها هتبقى 20، زد هتبقى 0. البوينت 2 هتبقى اكس بـ20 عند اكس بـ20 وعند زد سالب 12. بوينت رقم 3
هتبقى اكس ب34 وزد سالب 12. البوينت رقم 4 هتبقى اكس ب 50 وزد سالب 55. نشوف مثال تاني. المثال بتاعنا دوت عايزني احسب فيه الابعاد مرة مطلقة ومرة تزايدية او نسبية او تراكمية. الاول دلوقتي احنا هنحسب الابعاد بتاعتنا بالنظام المطلق. هنحسب ابعادنا دلوقتي بالنظام الايه؟ المطلق. احنا بقينا شطار بقى. النقطة الاولانية ديت نقطة الزيرو، اكس بزيرو وزد بزيرو. هطلع هنا مطلق يبقى هاخد القطر كامل. القطر هنا هيبقى بكام يا ولاد؟ القطر هنا هيبقى مكتوب قدامي 15، يبقى القطر ب15 وزد بزيرو. يبقى حط هنا القطر 15 وزد بزيرو. همشي من هنا لحد هنا كده. انا همشي في اكس ولا زد؟ همشي في زد. انزل اجيب بعد زد من تحت، انا هاخد زد بكام؟ بسالب 10. يبقى اقول عندي نفس مين؟ عندي نفس القطر 15. يبقى النقطة ديت اكس ب15 وزد سالب 10، يبقى اكس 15 وزد سالب 10. هنطلع بعد كده اكس بكام؟ ب25. يبقى هنا اكس بايه؟ ب25. طب اكس ب25 عند زد بسالب ايه؟ زد بسالب 10. نقوله تاني يا شباب. لو انا عندي نقطة عندي الزيرو، يبقى اكس بزيرو زد بزيرو. انا طالع في القطر، القطر بكام؟ ب15. يبقى اكس ب15 وزد بزيرو. طب انا بدات امشي في خط في الطول، الطول بتاعي بكام؟ بسالب 10. عندي نفس القطر كام؟ 15. يبقى القطر 15 يبقى اكس ب15، والطول ب 10 يبقى زد بسالب ايه؟ 10. يبقى اروح اكتب 15 وزد سالب 10. هبدا اطلع هنا، طلعت فين؟ في اكس. اكس بكام؟ القطر بتاعي 25، وعندي نفس الزد بكام؟ بسالب 10. ده كده احنا ابعادنا بالنظام الايه؟ المطلق. نبدا ناخد نفس المثال الجميل اللي قدامنا ده ونبدا نحسب ابعاده بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي مع بعضينا. بقى نحسب دلوقتي بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي عشان نشوف الفرق. انا عايز احسب بالنظام النسبي يا ولاد، نركز بقى مع بعضينا. لازم اشرح لكم بس الجزئيه دي الاول. بص حبايبي، احنا علشان نحسب بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي احنا مش هناخد القطر كامل، احنا هناخد المسافة الفعلية اللي بتتحركها العدة على الشغل. يعني العدة فعلا لما بتيجي تتحرك على الشغلة هي ما بتتحركش في القطر كامل، هي بتاخد نص القطر، وعشان دي شغلة اسطوانية فبتدور، فبلاقي ان النص القطر اللي انا اخدته ده عمل لي وجه الايه؟ وجه الشغلة كله. يبقى انا لما اجي ادخل ابعادي بالنظام التراكمي او التزايدي هحسب الاقطار الفعليه والاطوال الفعليه اللي انا هشتغلها. تمام حبايبي؟ يبقى نبص بقى مع بعضينا كده. انا بالنسبه لي هنا لما اجي اخد القطر ده هاخد نص القطر بس، مش هاخد القطر كله. ده عشان انا شغال بقى نظام بالنظام التزايدي او النسبي، هاخد نص القطر فقط. نص القطر هيبقى 7.5. هاجي اخد الطول، الطول ده هيبقى ايه؟ هيبقى بسالب 10. يبقى انا عندي هنا لما اجي اخد القطر هقول قطر 7.5 وزد بزيرو. لما اجي اشتغل في الطول انا اشتغلت فعلا فين؟ في الطول. يبقى اخد الطول بس، الطول بسالب 10 والاكس بزيرو. لما اجي اشتغل في القطر اخد القطر بس واصفر مين؟ المحور التاني. يبقى اخد محور واصفر محور. في حالة الشغل بالابعاد التزايديه او النسبيه بنشتغل بنشوف لو احنا ماشيين بخط عدل. لو احنا ماشيين في خط ايه؟ عدل. ماشي خط عدل في اكس هتسجل قيمه اكس الفعليه. يعني ايه قيمه اكس الفعليه؟ يعني انا لو ماشي في القوره بتاعه الشغله هحسب نص قطر، لو ماشي في تدرج ما بين الفرق ما بين قطرين هحسب الفرق ما بين القطرين واقسمه على 2، يبقى دي اكس بتاعتي. طيب الاكس بتاعتي دي لو انا ماشي في خط عدل هاخد بعد اكس والمحور التاني هصفره اخليه بزيرو. لو انا ماشي في زد خط عدل اخد قيمة زد الفعلية واصفر المحور التاني. لو انا ماشي في خط مائل او دوران هاخد المسافة الفعلية.
للإكس والزد مع بعض في الخط المائل أو الدوران، يبقى في حالة الخط العدل هاخد إكس وصفر الزد، أو لو ماشي في زد هاخد زد وصفر الإكس، لو أنا ماشي في خط مائل أحسب المسافة الفعلية لإكس والزد وأنزل البعدين بتوع الإكس والزد لأن ده خط مائل، لو أنا ماشي في دوران هحسب المسافة الفعلية بتاعت قطر الدوران، نص قطر الدوران أشوفه كام وأحط قيمة نص قطر الدوران في إكس وقيمة نص قطر الدوران أيضا في إيه؟ في زد. تمام يا حبايبي؟ يبقى أنا لو شغال بالنظام التراكمي أو التزايدي، لو أنا ماشي في القورة بحسب نص القطر ما باخدش القطر كام، لو أنا ماشي في الطول باخد المسافة الفعلية اللي أنا بتحركها في الطول بس وصفر البعد الايه التاني، يعني لو ماشي في زد اصفر اكس، لو ماشي في اكس اصفر ايه، اصفر البعد زد. تمام، نشوف الكلام ده بقى على المثال الجميل بتاعنا. تمام يا حبايبي، نبص مع بعض هنا بقى على السلايد. السلايد بتاعتنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لي انا دلوقتي عايز احسب ابعاد المنتج اللي قدامي ده بالنظام التراكمي او التزايدي او النسب. طيب نبص بقى على السلايد الجميله ونشوف ازاي هنقدر نحسب الابعاد بتاعتنا بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي مع بعضينا على الشاشه. تمام يا حبايبي، طيب المثال بتاعنا على الشاشه بيقول ايه؟ بيقول ان انا عايز اطلع في القطر، طالما هطلع في القطر يبقى انا هحسب نص القطر، القطر عندي كام؟ 15، يبقى انا هاخد ب7 ونص. طيب لو انا عايز امشي في الطول، الطول بتاعي يبقى كام؟ سالب 12. طب عايز اطلع في القطر الثاني، القطر الثاني هيبقى كام؟ 25 من كام؟ من 15 يتبقى 10. طيب ال 25 يعني انا عايزه اطرح 25 ناقص 15 يديني 10، اقسمها على 2 هجيب المسافه الفعليه الاكس الجديده اللي هي هتبقى 5. تمام يا حبايبي، ده كده بالنظام التراكمي. يا ريت نبص على السلايد كده بتاعتنا. طيب السلايد بتاعتنا بتقول لي ايه؟ بتقول لي هنا انا عايز احسب الابعاد دي بالنظام التراكمي، القطر بتاعنا هنا كام؟ 15. القطر بتاع ال 15 ده انا عايز امشي في اكس، مش هحسب ال 15 كلها، انا طالما ماشي بالنظام التراكمي هحسب نص القطر، يبقى ال 15 دي هدخلها بكام؟ 7 ونص، والزد هتبقى بزيرو. لو انا ماشي في الطول ده يا ولاد، لو انا ماشي في الطول هحسب الطول بتاعي بكام؟ بسالب 10. طيب يبقى انا عندي الطول هيبقى سالب 10 اللي هو زد، واكس هتبقى ايه؟ بزيرو. طب انا عايز ابدا احسب القطر الثاني ده، القطر الثاني ده هطرح القطر الثاني من القطر الاول، الاثنين دول لما يطرحوا من بعض 25 ناقص 15 هيدينا 10، لما اقسمه على الاثنين هيدينا 5، يبقى انا عندي اكس في الجزئيه ديت ب5 وزد بزيرو، يبقى اكس ب5 وزد بزيرو. لو لاحظنا ان انا باخد بعد وبصفر الثاني، باخد بعد وبصفر الثاني، طب ايه اللي بيحصل دوت؟ لان ده النظام التراكمي او التزايدي. لو لاحظنا ايضا ان انا خدت نص القطر هنا في القوره، ماشي، يبقى انا طالما هنا حسبت نص القطر في القوره وحسبت المسافه الفعليه ما بين القطر الاول والقطر الثاني في التدرج الثاني، يبقى ليه كل الكلام ده بيحصل؟ لان انا بحسب المسافه الفعليه فقط للماكينه، يعني الجزء ده بس اللي انا بدخله، انما في النظام المطلق انا بدخل القطر من اوله لحد ايه؟ لحد اخره. النظام التراكمي بدخل الجزئيه او المسافه الفعليه اللي العده هتدخل تقطع فيها فقط. خلي بالك وفرق ما بين البعدين دول كويس، وفرق ما بين الجزئيتين دول كويس جدا. تمام يا حبايبي، مع بعضينا بقى كده نقدر بس ايه اشرح لكم الجزئيه دي بحيث انتوا تبقوا فاهمينها. في حاله النظام التراكمي لازم تركز جدا ان في النظام التراكمي انت بتاخد المسافه الفعليه اللي انت هتتحركها فقط. يعني ايه المسافه الفعليه يا مصر؟ يعني انا طالع تدرج وانا معايا تدرج تاني، بطرح القطر ده الصغير من القطر الكبير يديني المسافة بين الايه؟ بين البعدين. طب المسافة بين البعدين دول اجيبها ازاي؟ قال لي دي الكبيرة ناقص دي الصغيرة واقسمها على الاتنين. يعني لو القطر الكبير ب30 والصغير 15، 30 ناقص 15 بكام؟ ب15، يبقى الفرق ما بينهم كام؟ بالظبط كده 15، اقسمه على ايه؟ على الاتنين، اقسم الفرق ده على كام؟ على الاتنين، يبقى انا همشي مسافة فعلية قد ايه؟ 7.5 مللي.
تمام يا حبايبي. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحسابات المطلوبه لدخول الابعاد للماكينه بالنظام التراكمي او التزايدي او النسبي. انما النظام المطلق انت ما بتتعبش فيه، ما بتحسبش فيه، القطر اللي قدامك بتاخده والطول اللي قدامك بتاخده وتبدا تسجله للمكنه بتاعتك. تمام يا حبايبي. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا عندي نظام مطلق ونظام ايه؟ تزايدي. هناخد مثال جميل تاني ونشوف ازاي احنا نقدر نحسب الدورانات بالنسبه للنظام المطلق والنظام التراكمي. المثال بتاعنا في دوران جميل كده صغير نص قطر 3 مللي. تمام، هنبدا بقى نشوفه كده ونحسب ايه الابعاد بتاعتنا بالنظام المطلق، نحسب ابعادنا بالنظام الايه؟ المطلق. مع بعضينا كده على الشاشه، مع بعضينا على الشاشه نشوف المثال بتاعنا. طيب الشاشه بتعرض لنا بتقول ان هي احنا عندنا مثال الاكس بتاعتنا هتبقى زيرو والزد بتاعتنا هتبقى زيرو، عشان دي نقطه الزيرو بتاعتنا. هنبدا نطلع في اكس، هنبدا نطلع في اكس بتاعتنا ديت، واحنا عارفين ان اكس بتاعتنا ب 40. طيب هنبدا ناخد دوران بتاعي 3 مللي، يبقى 3 مللي تحت 3 مللي فوق، يبقى اكس بتاعتي بكام؟ ب 46، وزد هتبقى بسالب 3 لان الدوران قيمته 3. همشي بقى بعد كده الجزئيه دي كده، هنبدا ناخد الزد بتاعتنا اللي هي هتبقى بسالب 38، ماشي، واكس هتبقى ب 46. نطلع دوران تاني، الدوران بتاعنا التاني دوت قيمته 3 ايضا، هتبقى القيمة بتاعت الاكس هتبقى 50 وزد هتبقى سالب 40. مع بعض على السلايد بتاعتنا تاني شباب، مع بعض على السلايد. السلايد بتاعتنا تاني احنا بنقول ان اكس بزيرو وزد بزيرو. عايز اطلع القطر بتاعي ده، القطر بتاعي ده هيكون اكس ب 40 اهو، بقرا من هنا كده بشوف ان القطر كله 46 يا ولاد. بطرح الار ديت والار ديت من القطر بتاعي اللي هو 6 من 46 يتبقى 40. انا بطلع لحد اكس بكام؟ ب 40، ماشي، وزد بزيرو. طب انا عايز اخد الدوران، الدوران هاخد فيه قيمه اكس وقيمه زد، الدوران هاخد فيه قيمه اكس وقيمه زد. اكس هنا اللي هي هتبقى ب46 وزد هتبقى سالب 3 اللي هي قيمه نصف قطر الدوران، قيمه نصف قطر الايه؟ الدوران. هبدا بعد كده امشي في الاتجاه ده كده لحد الجزئيه ديت، يبقى انا ماشي في زد، اشوف زد، زد كلها قد ايه من هنا لهنا؟ قال لي زد كلها 40. طب ال 40 دي لما اقلل منها قيمه نصف قطر الدوران اللي هو 2 مللي، قال لي لما تقللي ال 40 تقللي منها الاثنين هيبقى معانا كام؟ 38. يبقى زد عندي هنا تبقى، زد عندي هنا تبقى ب 8 وكام؟ ب 38. طيب انا عندي هنا زد هتبقى بسالب 8 وايه؟ و30. هطلع بقى الدوران بتاعي ده هيبقى اكس فيه بكام؟ قال لي اكس عندك هتبقى بكام؟ ب 46، وزد عندك هتبقى بسالب 40. تمام يا حبايبي. ده كده بالنسبه لاحداثيات الشغله في المنتجات بالنظام المطلق. هنحسب نفس الشغله ولكن بالنظام التراكمي، هنحسب نفس الابعاد ولكن بالنظام الايه؟ التراكمي. هنقول اكس هتبقى بايه؟ اكس بزيرو، زد بايه؟ بزيرو. هطلع هنا مش هيبقى بقى 46، ده هيبقى نص مش هيبقى 40، ده هيبقى ايه؟ نص القطر اللي هو هيبقى اكس بكام؟ ب 20، وزد بايه؟ بزيرو. هطلع اخد الدوران، قال لي الدوران 3 مللي، يبقى اكس ب 3 مللي وزد ب 3 مللي. نركز يا ولاد، ده الفرق ما بين ايه؟ النظام المطلق والنظام التراكمي. لاحظت معايا ان انا خدت نص القطر ماشي في القوره، جيت عند الدوران خدت التلاتة مللي بتوع نص قطر الدوران قيمة اكس، ونص قطر الدوران خدته قيمة مين؟ قيمة زد. ما حسبتش من اول الشغلة لحد اخر الايه؟ اخر الدوران. يبقى انا خدت هنا اكس بكام؟ بتلاتة مللي، وزد بسالب ايه؟ سالب 3. هاخد نهاية الدوران ده يا ولاد صفر جديد احسب بيه الخط المستقيم. طيب دي بقى محتاجة حسبة، ازاي يا ولاد؟ انا هطلع الدوران ده
والدوران ده من قيمة البعد كله. طب قيمة البعد كله كام؟ 40 يا ميس. لما بطلع 2 ملي منها و3 ملي يبقى طلعت 5 ملي، يبقى انا شغالة على طول كام؟ 35. شفت النظام التراكمي؟ لازم تحسب فيه حساباتك. انا صفرت البعد بعد الدوران الاول وشفت البعد اللي باقي كام، قال لي البعد كله 40، وانت كنت شغالة دوران 3 ملي اسحبي من ال40، يبقى اتبقى لك كام؟ 37. وعندك دوران في اخر المنتج 2 ملي اسحبيه بردك من البعد اللي هو 40. طب يبقى انا هسحب 2 ملي وهسحب 3 ملي بتاعت الدوران الاولاني والدوران الاخير. ليه هسحب الدورانين؟ عشان انا هشتغل الخط المستقيم بس. طب الخط المستقيم بس ده حسابه يبقى قد ايه؟ حسابه يبقى البعد كله ناقص الدوران الاول والدوران الايه؟ الاخير. الدوران الاول ب 3 ملي ودوران الاخير ب 2 ملي والبعد كله كان 40، يبقى نشيل 5 منين؟ من ال 40. يبقى قيمة الخط المستقيم اللي انا هشتغل فيه ولادي بيقولوا كام؟ 35. برافو عليكم. 5 وايه؟ 35. يبقى انا عندي هنا الزد بتساوي سالب 35. طب وبعد كده هبدا اطلع الدوران الثاني. الدوران التاني بتاعي هيبدأ باتنين ملي، يبقى هاخد اكس بكام؟ باتنين ملي وزد بسالب اتنين ملي، وبعد كده هبدأ اخد الجزء الاخير بتاعي اللي هو هيبقى 10 ملي دوت، يبقى زد بسالب ايه؟ 10 ملي. لاحظت ان في النظام التراكمي انا باخد كل جزئية على حدة بعدها، انما في النظام المطلق انا خدت الابعاد كلها منسوبة لمين؟ للصفر بتاع الشغلة بتاعتي. تمام يا حبايبي؟ طيب احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل او ناخد كده فيديو نتفرج عليه لماكينات الخراطة بتاعتنا، وهنبدأ نشوف الفيديو بتاعنا دوت هيعرض لنا ماكينة الخراطة وايه هي الشغل بتاعها. تمام يا حبايبي؟ هنبدأ بس مع بعض كده نحضر الفيديو بتاعنا اهو. هنبدأ مع بعض يا أولاد كده نشوف الفيديو اللي قدامنا ده هيعرض لنا المنتجات اللي ممكن تتم على مكنة الخراطة. الفيديو بتاعي ده بيبين لي الشغلة وهي بتبدأ تشتغل على مكنة الخراطة اللي هي موضوع حلقتنا النهاردة. المكنة بدأت ان هي تعمل عملية الفينش والرف بالنسبة للخراطة الطولية، عملت فيسنج وبعد كده عملت فينش ورف للخراطة الطولية بتاعتي. هنبدأ نعمل عملية سلبة، عملية السلبة بتاعتي. طيب وبعد السلبة بتاعتي هنبدأ ندخل بقلم خراطة داخلي. بنطة اهي بدأت تتقب عندي الشغلة بتاعتي، وبعد كده دخل بقلم خراطة داخلي يبدأ يعمل عملية الخراطة الداخلية، وبعد عملية الخراطة الداخلية هيغير ويجيب قلم ألاووز وهيعمل الألاووز بتاعه بالظبط كده. بدأ دلوقتي يبدأ يجيب الألاووز ويبدأ قلم الألاووز ويعمل الألاووز الداخلي ويبدأ يفرغ بعد كده العدة، يجيب عدة خارجية ويعمل لي عملية التفريغ السطحي الخارجي. تمام حبايبي؟ دي كده كان المنتجات اللي ممكن تتم، او الفيديو بتاعنا الجميل اللي احنا عرضناه ده بيبين لنا مكنة المخرطة ذات التحكم العددي ممكن ننتج من خلالها ايه، وايه هو الجمال